مرحبا مرحبا يا جماعة، شوي شوي سوينا كاتشب حق اللعبة واكتشفت ان الوضع ممكن، يعني مش مستحيل. سوينا هنا البوابة، فقلت بسوي لي بيت ويد فوق هني، بس احس بالامانة شوي فوق. صرنا هناك كله مشاكل، حد عنده شيء غير يسوي له مشاكل يتضارب معنا. بيصير مكان شوي يكون اهدى افضل. سويت تول بوكس عده، اروم احطيه شي اوكي. فما علي الخرفان والهذا، ما لاحقين عليهم، لاحقين عليهم. هن هني نقدر اني بشغل. وش كبر البيت اللي انا محتاجه؟ مش محتاجه اكبر البيت يعني، بس للحين بعدي يعني شوي في مرحلة التعليم يعني. لكن اوكي، احسن احسن ولا شيء الحين يعني، على الاقل بيستوي لي شوي يمكن على الاغلب مكان. يمكن هذا يباله اسرع. زين هذا، هذا اسرع، هذا حق الخشب. حلو، بعدني ما اعرف شو السالفة بالضبط. تبون صدق؟ بس قلنا بنسوي اول بيت على الأقل. هاي شو نحط؟ اي والله يستوي بيت خشب. عجيب عجيب، انا يبالي خشب. هي حي الحياة الحين، مش من ساعة احاول احاول احاول، مو منه فايدة. بايدي رينج بوكس، رينج بوكس انكسر وكل شي راح. شو كمية الخشب تزيد انا يا جماعة مع الهاتشت؟ ما كنت اعرف هالشي، يزيد الخشب يعني. فيري نايس. استوى عندي سيف على الاقل، ما اروح بكوسه هناك اتضارب وياهم كل شوي. منقع بوكس ويا زومبي طلع ما له داعي. اروم اسوي لي سلاح، اروم اسوي لي بيت، اروم اسوي لي دنيا. الحين هي اروم يجمع شوي موارد اسرع. بس شو سالفة الشير هذا؟ يختفي ما يختفي؟ يبال نستكشف الموضوع. ما ينفع خشبتي في السماء صراحة. بيستوي ليل الحين. كرهت اللعبة يوم الشمس غابت صراحة، كرهتها صراحة. استوت اللعبة كريهة صراحة. كيف اسوي باب؟ انا شفت اني اقدر اسوي باب. انا شو مسوي، بيت ولا جحر؟ ما ينفع الوضع هذا صراحة. ما يكفي هذا، صير دور له مكان ثاني اوسع شوي. كنت بركب فوق هناك بس وضع صعب المكان. زين المكان اللي انا فيه زين، اذا انزل يستوي اوسع ترى. نبغى شيء بحصة، بس يبالي اطور. اظني لازم الفل على اساس اسوي شيء اقوى من هذا اذا ما كنت غلطان. وين هذا؟ وين 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 وين؟ اين انت بعد؟ بس انا ما اخذنا مكسب ثاني. انتو تعرفون القناة عندي وانا كله بلدنج جيمز بلدنج جيمز بلدنج جيمز مانجمنت جيمز. فانا الحين اشوف ماينكرافت كانها بلدنج جيم تراني، كان ببني فيها. بس ما اعرف اذا ببني فيها شيء، لان شوي احس موضوعها طويلة صراحة. انا عقيت هذا كيف؟ شو السالفة؟ عقيت الدنيا انا. ابيب هذا هني. زين اسوي الطابق شوي اكبر. يا الله الزومبي من الحين قام يجيني هذا، بيفجر المكان تقولون؟ اح وابو كل ابو نقع الدنيا هذا علي. يلحقوني اليوم فوق شكله. زين يمكن شوي بعدني نوب في اللعبة، محتاج اتعود عليها شوي. اسوي معدات، لكن مش مشكلة يعني. بس مش عايبني المكان ذاك اصلا، ما كان عايبني. فخلني اطلع فوق، من الصبح اطلع البقعة هاي.
بس لعبة لا يمكن الوثوق فيها. أيوه هذا مكان رومانسي الصراحة حق بنا رقم 1. منظر غروب شمس، زي كيف أسوي شيء أنور في المكان ولا تبى تورش؟ أنا بخبركم، خلنا نستكشف، استكشف وأنا بخبركم، لا تزعلوا. ريد روز، شوف المنظر، منظر ماينكرافتي رومانسي. زين حطينا هني حوطة، على أمل أنه ما يجيني حد. أنا أتمنى إني أروم ابني في هالمكان يعني باختصار. بس خلى الحين مو مشكلة، خلني أسكره عقب بسويه. ببني على شي، ببني على شيرة، كل ما تطلع بقصك. سامحيني أيتها الشجرة، لقد نويت غطائك كلما بلغت أوجك. والله من تحت فاضي، أحس أي حد يدخل هنا. شو شغل خربطانة يعني. انزين ده بيصير ظلمة الحين، ده مو بتشوف شي. زين ها بسوي الدرج، وين صار هذا؟ هو موجود. نحطي وين عشرة. زين يا صديقي، اذا بسوي شي باب جيبه له، بلا يغير علي الدنيا اكل فيها صغير الوان. اوكي يعني حسب نوع الماتيريال. كان عندي وايد صوف، ذبحت خرفان انا، لكن يبالي بلوكات. ويش البلوكات؟ بوب بوب زومبي زهني، شوفوا عناكب. اذا طحت هني ما اروم ادخل البيت. اوكي يا لسا خاطر بحياتي يعني، تشوف المنظر من زين المنظر. شوهو جيت نعم، انها الحقيقة تم النجاة. هني اذا طحت احس ريلي والقبر. اوف منظر مرعب صح. منظر جميل الصراحة مهني. شوف حد يتحرك تحت. انا شو السالفة؟ خروف. شو هالشي اللي هناك؟ ما في دربين، محتاج زوم انا الحين صدق، محتاج زوم. لا تطيح يا خليل، لا تطيح تحت ريلك والقبر. ما بتقدر تدخل البيت، ما في لا باب. لا بربك سر باب، اظني عادي.
ما في هني شي ليزر تورد شي احطي لهم. وابوك طحت، طحت مو مشكلة عادي، طيحة هينة كانت هاي. اوكي ترى شو الفايدة ارد انزل اشلة لحظة ذكاء انا بعد. الليلة هدوء، هاي يسمونه الهدوء اللي ما له داعي. زين لازم الصبح اصير اصيد خرفان. اول بيت في دري، اروم اسوي دري بدل هذا التصميم الخايس اللي مسوينه. لحظة خلنا نشوف هنا، كب اروم اسوي دري، اروم اسوي دري. الدرج يا درج يا في لدر بعد اريح، بس درج بعد ممكن. هذا خلنا نسوي دام عندنا بلوكات بدل الشكل القبيح هذا. في واحد، لا يبالي اكثر من واحد، وين واحد حلم صعب بس والله. اوكي نايس، كيف اركب؟ حلو جميل. زين اروم اسوي حوطه حق فوق فنس جيت. انا ما بطيح بس لان انا معرض للسقوط هناك الصراحه، يعني معرض للسقوط وبشده. زين ابو باب ما ابو ثلاثة، زين ابو واحد. ليش اغصب ثلاثة يعني؟ الباب اصلا ياخذ مكان اثنين. بس كيف قوة الباب؟ هذا سؤال ثاني. خلنا نسوي لنا تول اساس، تول ذهني ما يعيشون الصراحة شي وود. ما يرمي بطنون زومبي اظني، ان شاء الله ما يرمون. شو الباب هذا؟ الباب هذا اروم اطيح من هنا دام اروم. في زومبيز في البقعة عندي، ما اشوف زومبيز. ابا سليب باك، وين سليب باك؟ يبالي وايد شغل. أول بيتري كان كوخاً، كوخاً جميلة، وهذا الكوخ مطل على إشراقة رائعة، وجميع الزومبيز يتهاوشون يتضاربون عليه ويتكافخون ويريدون الموت لأجل المكان هذا. إنزين بيوم بيطلع الصبح تعرفوا شو بسوي؟ أبى أسوي صندوق، صندوق أبى صندوق. ابو صندوق عندك كلها اثاث؟ ما عندي. تست هذا هو اظن، لاني سويت سبون اول مرة. وين سويت سبون؟ سويت سبون في نفس منطقتي، ما وداني بعيد، فبروم ارجع للمكان. بالاضافة لان نهار الفرضيا. شو هذا الشبل؟ يمكن احتاج سبير. بحتاج هذا حق حصة، هذا ما اظن بحتاجه وايد، بس ما عندي اصلا خشب كفاية، ما عندي خشب كفاية، فخلني الباقي اعقه في الصندوق. أصير أتوكل يبول أسوي لي سليب باك اللي أنا أذكره كل الألعاب تقريبا. بس أظن اللي اخترع الموضوع هو ماينكرافت، سالفة سليب باك. بعدين طلع لنا رست. زين الحين لازم نلحق خرفان صح؟
خلينا نلحق خرفان. ها خروف خروف. اوه خرفون. شوف السيف انه فاجأ. والله اسرع السيف شوية. والله ما اكل الحشيش وانه واقف ترى. ورايكم ورايكم خلينا نذبحه. شوفوا ما في حشيش. عجيب حركات والله. بعد المربعات تعال خروف المربع. ليش كل حلقة كل شوية نلحق خرفون؟ لا ما يستوي هذا. هذا خروف. أهم شيء ما يطلع لنا جروب زومبيز يبون العيد يذبحوني. أبا سماني بسوي سريب باق بسريب خشب بجيب حصة. ترى الموضوع يعني هني معقد شوي. أكتب أنا نزلت عليها تطمش بس شكل شوي بنطول زيادة أكثر من نطمش يعني. كان في هني خروف. تعال 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 زين بس هي صح ولا نبغى يلد بس نكسر السيف مالي. هاي سرعة هاي يعني. طبعا تعال كيك بوكسين قاعد ما في كيك في الموضوع اصلا بس يعني نقول يعني عنده خمسة هذا عنده ثلاثة هذا حلوين. الحين شو ابا ابا وين كنت انا اصلا ببني بيت هناك في خشب. بشيل لي خشب في قريب حصة. بشوف اذا الحين ارمى احصل حصة مع العدة اللي عندي. بس ما عندي سيف فما بطول. فور فري. اخر مرة كنت هني ياني واحد. ها قمت احصل. اوكي خلني بحصة يمكن اكبر البيت شوي سوي حصة. انا شفت ناس هني يطيح الكهوف وهالسوالف. انا ما بطيح الكهوف حاليا بس ابى فحم لان اللي فهمته لازم فحم اساسا نسوي لنا شو ما ادري. السما طلعت مره واحده مع اليسار ما اعرف كيف. اساسا نسوي هذا الفلنت ونسوي وراه اي سوالف اناره وربعها. ما علي لين كسر الحين ما تمشي بين كسر هذا عقب شوي. خلنا نكسر بسير بس ابى فحم. لحظة انا شفت فحم هناك. الفحم اظني هذا كان في الجدار هني. عندي واحد سبير. اوكي الفحم كان كان هني صح. كاني كبت فحم هني في مكان. ايوه هذا هو. توي تذكرت يوم يعني قلت اني ما ابغى خليه يولي. شو هو هذا فتر قلت الحين ابغى ادور ادواره. وما تبغى سبحان الله قدامك سيوم تبغى شيء زين. الحين هل هل يبون ما تنهد بتمشي في الهواء. مش عيب انه منظرها ترى. بس هو فعليا لو طيح على راسي يعني بموت. لا اقول لك خليك في الهواء احسن. هذا اول بيت لي والبيت يعني مش كويس ابدا. نوع بيت احسن. خلي خلص الحين قامت تظلم. بنسير البيت بنتفيج بنسوي لنا سلاح جديد جسم جديد. اهم شي في فحم في فلنت. امورنا طيبة. بس ما اتصور احتاج اكثر. بسي بسير فوق الحين باخذ خشب في دربي. ها بيتي. ايه البيت حبيب. وين بيتي؟ خلينا نسوي الدرب. بس ما بطول هني لانه يطلعون الزومبيز. بس ابغى ما يطلعوا لي شوي يذبحوني ويتلعبوا زوها. لا لانه يبتشو
جبت لي بول وهذا بسوي سليب باج، نطلع نفس المكان، عقب نطلع نغامر، عقب نسوي هاي شغلة أول بيت في أي لعبة أخس شيء، لأن الواحد يعرف كيف يسوي أول بيت ويطلع الأمور عقب تسوي أي لعبة سهلة. دائما ألعاب البناء تقريبا نفس الطريقة، هو أول شيء هو اللي يفرق، أول مشروع إذا قدرت تتعلموا هالسوالف كيف الأمور تستوى بيكون وايد أسهل عليك. فحاول دائما تلعب أي جيم بيلدنج تكون أنت تدور على شيء كيف تسوي الأشياء، أساس تقعد تسوي الأشياء دائما. شو هالبيت، شو هالبوابة، يلا يلا تمشي نور، تمشي تمشي الأمور. أنا ما بخسر ساماني تمو صدق، عندي سامان وحتى ما عندي سلاح، يعني لو عندي سلاح كان شوي أهون. انزين سليب باك شو باله، أوكي مو مشكلة، الحين بنعق هذا هني بنسوي كله شو بلانك، طلع هني وشو نبغى سرير، هذا سريري. ها only you can sleep at night، اروم ارقد نايس، اروم ارقد ايوه اذا رقدت. ستون ستون، تعال يا صديقي الستون، نبغى نسوي ستون صح، عندي 47 بتحلو، انا شايب ستون كوبلت ستون نفس الشيء صح، هاي كوبلت ستون اوكي بيكون والله وايد حلو. فرنس فرن شو سالفته، خلنا نسوي هاي البيت ما بيكفي تي، انا قلت الحين هاي البيت مفروض يكفي. شو رم اسوي هنا، لحم اشوف، اطبخ اكل الحين باكل اوكي حلو. امشي الاكل يحترق هني ولا ما يحترق، كيف تاكل انزين هذا، زين باكل الحين كيف، اوكي تم ضغط رايت كليك حلو. اسمع كيف ياكل، شوي 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 شوي، ما في احد يلاحق انك، بطلت الباب كل شيء في العالم على اساس انه اكل بس اوكي. انت رس دمي بعد حلو وايد اوكي. فنان الوضع اوكي، وهذا معناه نروم نسوي ستون سورد سيف، هذا ابو حصه ستون بيكاكس نايس، ما احتاج هذا اظن يعني ستون اكس، هو ما شي يسوي هو اوك فنس، وعندي هذا ايتم فريم، اروم يسوي لبس صح، شغلانة يعني هاي بالي وقت، هاي نفسها نفس فاكتوريتي سهل الابد، getting upgrade كفو. إذا هاي السالفة وابوك ها فيها خطر على الحياة الصراحة، ما أسويها لازم نبدل الأرضية مال البيت أنا. مرة مسوي سقف حقه هذا المكشوف عليه من الصبح، احس مو منه فايدة. شو هذا خلنا نشوف، اروم احطيه فوق، استوى ليل، لا اروم احطيه فوق زي، كيف اسوي تورتش، بالي فحم
عندي فحم؟ هي عندي الحمد لله ما خلص الفحم مالي. نبغى تورش. انها ظلمة والله، علق علي بهني ما تفاهم. انه القمر المشرق والمكانه جميل والتورت شعيل. جاهن اهم ما ينفعني لحظة. هاي مشكلة البيت يلا يتمنك. يا الله هذا قرايتك لك ودلفتك لك. والله ودي اغامر في الليل الصراحة، الحين عندي سلاح بضرب مع زومبي، لكن احس بعد مش وقته ابدا، مش وقته يعني. بضرب مع زومبي الحين بندق على عيني. اوكي ما في شيء يطيح في اللعبة عادي، امور طيبة. انا بسكف سقف، نبى سقف. هذا شو سلاب مرة مسوية. خلنا نرقد في النهار. سويت دريبس كتب لي كفو، بما ان انا عندي هالسوالف شو بسوي. خلنا نعقل خشب مالنا هني، نفضي الشنطة خفيف خفيف. خلهم اذا انكسر عندي شي بستعمله وبنطلع. عشان نسوي نبغى نفرم. ايوه هذه الحياة، هذه الحياة. يا الله الستون محلى، في شيء اقوم الستون اظني. هوب انا اشيل كل شيء من فوق، مرة من فوق. بس زين المنطقة فيها حيوانات يعني، ما بحاتي شو. اي هذا احسن حق هاي الحشيش. هذا شفته يختفي هنا توه هناك. اسمع صوت زومبي في السالفة. وين الزومبي؟ عندي سيف تربي بدقك عينك دق. سيلك واحد اثنين. لازم اشيل الخشب اللي هنا عشان المنطقة شوي تنور. استوى ليل ولا انا واقف في الظلمة؟ توي ناشي مرقاد، وين استوي ليل؟ اوه عقب هذا لانه يارس في الظلمة. اوه بوك شير، هذا ظلمة شير. بسوي دري، وضعتي ما ينفع، لازم درج. هاي يخلص؟ يخلص ولا ما يخلص؟ ما شوته انا، انا شته الله يهداني. شو هناك في وادي؟ خلني بيتي حاليا، خلني بيتي. طور البيت، سوي بيت كبير شوي. ابى الطابق الثاني، بفرشه بس من هالصوب. كنت اعرف والله، بس مكاني اوكي حق توسعة. وسعة 4 حبات في السماء،
ليش في السمنة زين؟ ما أعرف بس في السمنة سوي شيء. تعال خلنا نسوي درج. أين أنت أيها الدرج؟ تعال يا صديق الدرج. أنا شفت من الساعة سوي الدرج الحين ما في شو. اوكي طلع اصلا في طريق. لحظة اظني اصلا لحي عندي صح؟ هي عندي اصلا. وصرت شو سويت انا؟ صرت سويت غيره. شو البيت اللي ما في شيء احط سقف معناه راح يستوي. مو بشيء تي مفتوح. هو من ناحية زين اروم تشوف اذا حد جاي لانه شوي عود. في حد تحت؟ لا ترى اللعبة من الاصوات هاي خلي الواحد يوسوس. بيت الشجرة هذا بيت الجبل. ما اظن الخشب اللي عندي بيكفي. مساحة عقارية كبيرة عندي انا. وين صارت؟ تعال تعال تعال. اوكي بس اذا رديت اكثر عاد يطيح. طيحة من هني اظن بت بوك. اذا حصلنا راح الول. خلاص راح راحت الخامة. ما في سنايبر مهني ارش هذا واو طيحة خايسة ترى. يلا عندي سيف عندي سيف اذا يعني زومبي يا ويله. تبي قص الشيار كله بعد زحمة؟ هذا كان اظني ما اعرف اذا يعتبر بيت الاول ولا بيت يعني بس بسمي البيت الاول يعني. هذا الحين مو بكمل الحلقة اكثر بس اظني يكفي بالنسبة لليوم. بشوف شو موضوع الزومبيز ونكتشف زيادة بعدين. اظني كلكم تعرفون لعبة اكثر عني اصلا. ونشوفكم على منظر جميل.